السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. وشراكم يمشاتي إن شاء الله كل عام بخير. جبت لكم اليوم روسات نتاع بقلاوة تركية بشكلين رائعة. لو كان ديروها بالطريقة هذه تجيكم سهلة ومهلة. ألوغ نبداو أول حاجة بالشربات. حطيت زوج كيسان ماء وزوج كيسان سكر وعويد صغير نتاع القرفة وحطيتهم يغليو لمدة 15 دقيقة. بعد ما غلاو 15 دقيقة نحيتو من النار. زدت مغرفة نتاع لافاني ليكيد يعني سائلة وزدت مغرفة نتاع لافاني بودر. اللي ما عندهاش دير بودر ولا ليكيد وحدها. المهم هذه الإضافة هذه تاع لافاني مع السيرو راهي تبدل لكم الطعم تاع البقلاوة. الوغ ما لزمناش بزاف المكونات. انا لهنايا عندي شويه تاع بيستاش خلطته مع شويه تاع لوز وزدت عليه السكر. الوغ قداه 3 كيلات بنص كيلو سكر، ما تقويوش السكر. وزدت عليهم حابه ندير ذوق البيستاش، قلت لكم عندي شويه تاع بيستاش. زدت عليه نكهه البيستاش. اذا الخليط هو خليط بين اللوز والبيستاش، 3 كيلات بنص كيلو نتاع سكر، شويه نكهه البيستاش. جبت المول نتاعي اللي يروح الفور اللي عندك، دهنته بالسمن، جبت الورق القلاش هذا، هذه اللي تروح تشري لقيت الباطه هذه الزرقاء احسن حاجه، لاني جربت بزاف من هذا الورق هذا. وهذه الورقه الزرقاء هذه اللي كاينه عند التركي هنايا في لي بوش جوهون، ايبا تلقاها هي المخيره ما تقطعش وسهله يعني على الكيف. واش نجيبو؟ نجيبو مطرق تاع شواء اللي عندها حديد حطب اللي عندك، ولا مغرفه تكون الدرع تاعها طويل، تلوي هكا وتدهني بالسمن. يعني لويت الورقه على هذاك المطرق تاع شواء ونحط شويه برك الحشو. شوفوا في الطريقه هذه الاولى درت السمن ما درتوش دايب، درتو غير غامولي برك يسمى بحراره الغرفه، لاني يعني ندهن غير بالعقل، ندهن اوفيغيا ميزور، مش ندهن الورقه كامله قبل ما نبدا نخدم. يعني ندهن وندور ندهن وندور. الوغ كي تدوري اشبحي اشبحي هذاك الغولمو هذاك اللي فوق المطرق نتاع الشواء اشبحي. الوغ الورقات درت زوج ورقات، كل مره ندير زوج ورقات، ومن بعد اشبحي لي دوبو كيما راكم تشوفوا في التصويره يعني باينه. نحي المطرق نتاعك وهزي هذاك البوده حطيه في المول. نعاودو واحده اخرى. الوغ بقات لي ورقه من اللي فات، دوك نزيد ورقه عليها خطاكش نخدم بزوج. وكل مره لازمكم ترجعوا هذيك لاباط في النيلون تاعها وفي لابواط تاعها. هاكو شتوني ندير زوج، ندهن نجيب لاباغ نتاعي هاديك ولا المطرق تاع الشواء ندور. شوفوني نعتلكم واضح يعني في لا فيديو، ونحط هذاك الخليط نتاعي. ومن بعد ندور ندور ونشبح ونعاون روحي بهذاك المطرق تاع الشواء نشبح به وندور ونبقى نزيد في السمن. ومن بعد نكمشو وكمشوه مليح يعني لضو، يعني لازم يكون مشبوح مكمش بيان كوم يلفو. نحي ونحطو في المول نتاعي ونكمل هكا نكمل حتى الاخر يخلص تخلص لي الحشوه. شوفوا لهنايا البلاطو تاعي ما تعمرش بصح ما كان حتى مشكل، دوك تشوفوا كيفاه ندير من بعد. الوغ دهنت كلش بالسمن ودرك نقص. ديري ما ديريمش كبار بزاف باش يجيوك ظريفين. قيمه 3.5 4 سنتيمتر برك الحبات نتاعك. دونك انا قسمت على زوج ومن بعد على زوج، عطوني 4 غونجي. نعدلها هكا باش ما تعوش. حطيتها طيب. الوغ شوفوا اني حاطه مول صغير تاع بيغيكس صغير في نص البيغيكس الكبير باش نحكم الجنب تاع البقلاوه ما يتحليش. حتقولوا لي علاه ما درتيش في هذا صغير او ما جاتنيش ما صلحتليش،
كل واحد يدير بالحوايج اللي عنده في الدار، اللي يسايدو تروفي دي سوليوشن. درك دورت شويه داك المن حيت منه لي دام هذاك تاع السمن زايد قبل ما نحط الشربات، لانه من بعد حتجي البقلاوه تاعنا ميدمه. فوالا نعاود نحط هذاك المول باش نكالي البقلاوه تاعي ونحط الشربات ونهز الجهه هذه اللي منا. هاو شوفوا هزيتها حطيت مغرف بالشربات كل تروح لجهه البقلاوه ماشي تحط تحت المول. انا قلت لكم كل وحده تخدم في دارها على حسب اللي عندها تلقاي لي سوليوشن. فوالا شربتها دوك نخليوها تشرب واحد ساعتين ثلاثه وهي تشرب مليح في داك الشربات تاعها. كي شربت حطيت لها شويه هذاك الخليط، خليت منه شويه اللي فيها بيستاشو ولي زاموند حطيت من الفوق. درك نديرو الشكل الثاني. الشكل الثاني اللي عندك لوز ولا كاوكاو مش مقلي مليح يعني بيض، وتزيدي فيه السكر. انا درت كيلت كيلات بنص كيله توجور، وتحطي النكهه نتاع البيستاش، وزدت شويه كولورون. علاه كولورون؟ باش نمدو لامبريسيون دو بيستاش. كولورون اليمونتير بيان سور، يكون من نوعيه جيده مش نيمبورت كوا. حتديوه الكروشكم هاد الكولورون هذا يعني حتاكلوه لازم تشريو حاجه مليحه. اون بليس كي تشريو يقعد مش راح يخلص ليه ليه. نفس العجينه نفس النوعيه. باغ كونطخ لهنايا دوبت السمن. علاه؟ باسكو راح اوبليجي ندهن الورقه كامله قبل ما نحطها في البلاطو. اللي عندها بيغاكس هي من الاحسن طيب في البيغاكس خير حاجه تاع الزجاج. اذا ما عندكش بلاطو اللي يكون عندك في الدار استخدميه وخلاص. الوغ شوفوا اني دهنت الورقه من فوق نطبقها على زوج ونحطها. علاه؟ باسكو باش تجيني قد مع البيغاكس تاعي. نفس الشيء نحل ندهن في النص نطبق على زوج، ومن بعد الورقه هذه كاني لازمني ندهنها من الفوق ما تنساوش، ولا تدهنوا هذه المهم تقلبوها تحطوها قد. انا درت ربع ورق ومتنيين على زوج سما يوليو 8. ومن بعد حطيت هذاك الكاوكاو ولا اللوز ولا اللي عندكم اللي خدمناه. حطوا طبقه رقيقه ما تحطوش طبقه خشينه يعني مش كيما البقلاوه تاعنا تاع قسنطينه. ونعاود ندير نفس لوبيراسيون من الفوق. ها شوفوا لهنايا ها نحلها ونطبقها ونعاود ندير لها منا باش نحطها فوق هذاك الخليط هذاك تاع اللوز او الكاوكاو. فوالا ديروا تاني ربع ورق متنيين هكا على زوج يسمى 8. ومن بعد واش نديروا؟ نقسموا في المول تاعنا البقلاوه تجي دي بتيت بورسيون كاري نتاع 2.5 × 2.5 شاك درع يسمى راح تكون صغيره على بوشي سي اون بوشي. وهكا يقدموهم التراك في لي ريستورون تاعهم ما يديروش حبات كبار. فوالا انا نحيت الحراف هادو درك باش من بعد جوري با بيرت. كي ما تنحيوش الحراف راح تقعد الحبه تاع البقلاوه ولا لاصقه في الحرف نتاع المول ديما عندها الحرف. الوغ نحيوهم درك باش تربحوا حبه. وساعدني بزاف هاد الشاكور هذا تاع القصان يقص تري تري بيان. فوالا نقصها بكل. شوفوا المربعات صغيرين ابان 2.5. واش ندير دوك؟ نعاود ندهنها مليح بالسمن من الفوق. فوالا ندخلها الفرن كيما الاولى على 200 درجه حتى نشوفها حمارت. الوغ الاولى حمرتها شويه برك بس هذه حمرتها مليح. شوفوا ويتتنفخ وحدها. نجيب الشربات هذيك اللي خدمتها ونشربها. فوالا هاكو تشوفو كيفاه راهي تشرب ليه ليه بس سخونه والشربات بارده. فوالا وهذه هي التحليه تاع اليوم.
ونقول لكم صحه قهوتكم ميميشاتي، وهذا هو الريزلت تاعنا. ها هي قهوه جزوه تركيه مع بقلاوه ما شاء الله على شكلين، وانتم ديروا الشكل يجيكم سهل. هذه الوصفه تاع اليوم بالصحه والراحه، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.